مش عملوا مع بعضنا لعبة عنوانها لو كنت مكان، مش نحطك في مكان مجموعة من الفنانين وتقول لي هل تعمل كيفهم ولا ما تعملش كيفهم. لو ليش هزين بلحد شيء؟ ليش هزين هذه؟ لو كنت مكان الفنان منصف عبلة، هل تجيك الجرأة أنك تطلع في التلفزة إذا أحسست بالحاجة وظروف الحياة الصعبة وتكشف على العجز متاعك قدام مشاكل الحياة المادية؟ أنا جيماجين منصف معناتها كان خمم شوية، مرو ما حبش هو منصف على نعرف طبيعته، خاطر منصف تري ديسكري ماهوش، وعنده خشم بخشمه معناتها أنفة. أي ماهوش، ما نعرفش كيفاش صارت الفويت وكيفاش دخل في الحكاية هذه. أنا لا، لو كنت مكان مقداد السهيلي، هل تقبل أن تجلس على كرسي كرونيكور وتعطي رأيك في الحياة العامة؟ يزم واحد يكون كيما مقداد، معناتها يزم يكون ضامر وعنده ما وكلمته حاضرة وعنده ما يقول، وفي ميدانه طبعا، سرتو كي ميدانه، خاطر كفنان وملحن سرتو هو ويكتب كلمات واحد ومسرح مع كفنان متكامل، هو ما كان باش معناتها باش يدخل دورها سياسة ياسر تتر باش يدخل الكريتيك. اما ما جو معناتها سرتو مقداد معناتها انت تقبل كرسي كرونيكور ولا ليه؟ انا ما عنديش كما تقول انت، لا عندي لا البال الواسع يعني باش نكون حاضر توت لا سواري في مكاني. نحب انا نطل نظهر شويه ونغيب شويه، وهكاك عديت كاريري تاعي كله هكاك نظهر شويه ونغيب. لو كنت مكان الفنان صابر الرباعي، أيوة. تصور كليب مع زوجتك ولا ليه؟ لا، حتى كان انا ما تجيش البالي، حتى كان منيا نعرفها نكسب بقى. لو كنت مكان الفنان محسن الشريف، ومنيا اون بليس معايا انا معناتها في العمل، تخدم معايا فهمتني، تدير الاعمال وفي البيت وخارج البيت كيفي ما نعم. لو كنت مكان الفنان محسن الشريف، هل تغني في اسرائيل؟ لا 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 الحقيقه ما عرض عليك. لا لا لا، ما دخلتش في السيركوي هذا بالكل. غريب. انا من غني صلي على سيدنا النبي سكي فيه محطوط من كلاسي ما يجيش لبالهم كوا، رغم اللي راني الان هذاك نمم به ياسر ونموت على صوته. خطا، لانه احنا كمعناتها يعني كتوانسه وكواحد ما عندناش علاقه، ما عندناش كره لليهود، لكن دوله اسرائيل مانيش مستعرفين بها. سكي فيه هو مفروض معناتها كاتيجوريك يجي هوني الغريبة يحتفل معاهم ويغني لهم، اللي احنا كانوا عندنا جيراننا يهود وما عندناش مشكله بالحال، ونعرفوا اللي اليهود ياسر يحبوا توانسه. لو كنت بجناح قال ربي خلق الدنيا وقول مخلق خلق التوانسه، معناتها تشوف قداش يحبوا تونس. لو كنت مكان الفنان سلاح مصباح، هل تسمح لابنك او بنتك باش تمتهن الفن؟ انا حقيقه رغم اللي بنتي تغني بالكدا تبارك الله عليها، لكن انا ما اما هي كان شدت صحيح وتحب تعمل فن، قل لها انا كمل قرايتك واحد وبعد دبر راسك اعمل اللي تحب. انت من داخل تحب ولا لا؟ انا من داخل لا، سورتو هوني معناتها في بلادنا، لانه انا هما شافوا عاشوا معايا وشافوا، لكن بالنسبه لسلاح الاولاد صبري وصبير راهم حلوا عينيهم في الجو، في الجو الميدان تاع الفني، وصبري كان باقي حاضر في استوديو دونجيسترومون اللي تي معناتها ومغروم، لكن سي با لو ميم كا، مانيش ميم كا. لو كنت مكان الفنان لطفي بوشناق، ايوه، تعمل تجارب في التمثيل ولا لا؟ انا معناتها كما قلت لك ما عنديش، نحب نتفرج في التمثيل واحد، لكن كان انا تجا ما عنديش بروجرام كالحفاظة بتعطيني نص باش نحبه، امبوسيبل، من رابع المستحيلات. لو كنت مكان الفنان نور شيبة، ربي يخلص وحله، امين رب العالمين، هل لديك الجرأة وانت في عمق الازمه متاعك انك تخرج غناية؟ انا نحب فريمون نستغل الفرصه، لانه حاجه معناتها واجهتني ياسر، كون نور مازال معناتها بعيد على عائلته، وربي ان شاء الله يفرج عليه يا ربي بجاه الليله المباركه باذن الله، ان شاء الله ربي ينسمعوا اخبار معناتها الفراج عنه قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا خير من اللي باش يدخل في أمه عنده مخ ويخدم في حاجه ويخدم في ميدانه، باش حتى يرجع ان شاء الله، يرجع بقوه ان شاء الله. لو كنت مكان الفنان انيس الخماسي، هل تخرج للشارع تتظاهر؟ بيان سور بيان سور، كان احنا
مالوريزمو انا طويك ان شاء الله يا ربي بعد العرض هذا ان شاء الله يا ربي نحبوا نتفضاو الحكايه هذه خمسه وسته نقابات وما فماش علاش احنا لازم تكون عندنا نقابه بالقدا قويه بالقدا وتدافع علينا بالقدا وننضويو كل تحتها باش كي تقولوا كل نهار تقولوا باش تخرجوا مثلا تتظاهروا معناتها لسبب معين طبعا جو سوي بور جو سوي بور مازلت الخضره هذيك مازلت مع النقابه ولا انا ما فماش نقابه تعملت في تونس وانا ما كنتش من معناتها حاضر معاهم معناتها في التاسيس او واحد لكن سي معناتها تويكا وقيد باش تكون عندنا نقابه بالقدا تنضوي معناتها تبدا تحت المنظمه كبيره كما الاتحاد العام التونسي للشغل وتبدا امور منظمه ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله نتفضاو لهذايا. لو كنت مكان الفنان عبد الوهاب الحناشي تغني لحزب سياسي معين شكري؟ نغني بيان سور. البعض يقول لك الفنان يبدا ان يكون مستقل. لان هذه ما نحبهاش انا، شوف احنا في فتره قبل كنا مستقلين اوكي قبل. كنا برشا مش مستقلين، كنا موالين للنظام. لا مش موالين، احنا كنا موالين. علاش نقول موالي للنظام؟ انا موالي للاستقرار والامن، وهذاك الموالي هنا. كان ما جاش فما استقرار وامن رانا مانيش موالين، اما كان فما استقرار وامن وكنا ما نافي با دو بروبليم. هذاك علاش انا وصلت داير مع في السكه هذيك في الثنيه هذيك نتاع الخمسينات الاستقلال ونغنيو نغنيو كي نبداو مثلا في تظاهره في عيد الاستقلال ولا حاجه هكا عيد الجمهوريه. غنيت في عيد الاستقلال. غنيت في عيد الاستقلال. لطفي بوشناق نتذكره يقول الفنان لابد ان يكون موالي فقط للوطن. سامحني يا اخي لطفي بوشناق مش كان واقف مع شو اسمه وقت هذاك مرجان ومعاه ويدافع عليه نورمال معناتها ينجم عنده احنا توا جينا في فتره اللي يلزمنا نختاروا ان كون. ما تخافش ما خافش صوره الفنان واللي عليك اجماع عندما نقول شكري بوزيان دخلت وغنيت في عروسات التوانسه الكل. ما هذا ما عندوش علاقه مع السياسه تفرق والفن يجمع. ليه هو وقتاش ولات تفرق؟ توا ولات تفرق ما فماش علاش تفرق. انا مثلا تبارك الله جمهور اللي ننتمي له انا تويكا كبير بالقدا يكفيني معناتها فريمون. لو كنت مكان الفنانه القديره سونيا مبارك اي تقبل منصب وزير ثقافة؟ لا 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 معناتها أنا كان نكون مثلا في الاستشارة حاجة هكايا نعطي فيها رأي، أما كوزير ثقافة ماذا بيا أنا تويكا نسعى باش نعمل غناية حلوة وتعجب الجمهور وترجعني للجمهور، هذاك اللي نسعى له أنا كفنان. فرحان برشا كنت لما شفتك في مهرجان الأغنية التونسية. أيوة طبعا. أنت كنت مدير سابق، وجهرت العادة المديرين السابقين يبدوا متغشين. لا لا با دي تو، احنا شوف احنا عملنا المهرجان، أنا خذيت الديريكسيون تاع المهرجان باش نرجعنا المهرجان. كي يرجع المهرجان يلزمنا ندعموه باش يتواصل المهرجان. الحمد لله معناتها من وقت اللي عملنا معناتها المهرجان في اختتام المهرجان اعلن وزير الثقافه في الفتره هذيك لكونه الميزانيه ضعفت وهذاك اللي الناس نسعى له ويلزمنا باقي نحن الفنانين. تعرف مهرجان الاغنيه هذاك مهرجاننا احنا منذ قداش من عام دونك للتاريخ نجاح الدوره الحاليه نتيجه نجاح التاسيس اللي كان معاه. سي نورمال سي نورمال سي نورمال، حتى معناتها اللي شد المدير الفني في الفتره هذه في المهرجان هذا وعاد البنطقه اللي كان معنا في الهيئه قبل. به فما حاجات صارت في المهرجان. ايوه باش نعمل معاك لعبه. تفضل. باش نقول لك لو كنت مدير توافق ولا ما توافقش؟ ايوه باش نعطيك البطاقه لهنا نوافق وهنا ما نوافقش. ايوه دفع لفنانين مشارقه من اجل انهم يحضروا للمهرجان ويتكرموا، مثلا هاني شاكر محمد الحلو دفع لهم. ايوه مصروف جيبه تذاكر اقامه الى غير ذلك. أيوة. انت لو كنت مدير هل كنت تدفع لهاني شاكر ومحمد الحلو من اجل التكريم؟ التكريم فيه كما قيمه معناتها فيها معناتها قيمه ماليه. لا اعطاهم اعطاهم فلوس ارجنت بوش. لا هو انا مع هذه طبعا كي تستدعى ضيوف يلزم توفر لهم لارجنت بوش، مش حاجه كبيره ياسر، ما يجيش باش يعديوا السيجور نتاعهم يبداوا لازم يشريوا دي كادو. ف
فماش علاش هو يكون قاعد في بلاده وعنده يحتمل اما جاي باش يتكرم اي اما هو يتسمى ارجون بو. شوف احنا كلنا معناتها الكلنا يعني كتو انا مازلت كي كنت في ليبيا مثلا يعطيونا ارجون بوش واضح. محمد جبالي شفناه مقدم، لو كنت مدير مهرجان تخلي محمد جبالي يقدم ولا تفضل انه يكون منشط؟ شوف احنا خممنا فيها من عام ناول، دونك موافق. موافق طبعا موافق، لانه خممنا فيها من معناتها من رجوع المهرجان خممنا فيها. قلنا علاش جماعه جي سي سي مثلا يقدموا، حتى البرة تشوف لي زوسكار واحد يبدا دي زارتيست يقدموا ممثلين، وان بلوس محمد ماك تعرفوا عنده معناتها عديد من المواهب، يمثل ويغني ويقدم معناتها فماش اي معناتها موافق كوا. وقاعدة تويج مهدي عياشي بلقب اعتبر غريب علي. لقب الصوت الواعد علي. وهو اللي جاي من برنامج ذا فويس احلى صوت. اي صحيح، هذه الجائزه الصوت الواعد والتونسي يتحصل على لقب ذا فويس رغم اللي جات اصوات حلوه جميله اعتبرت معناتها جائزه لا تستقيم. لا لا كهذه معناتها كهو كصوتي لي كونفيرمي معناتها ديجا مجاز في معناتها منوعه معروفه ومشهوره ومحبوبه وديجا الوليد اللي لاي اللي معناتها موجود. هل تتفق انه الجائزه ظلمت مهدي عياشي؟ هو انا نهنيه بالجائزه باش ما يتعداش مره الكرام في وسط المهرجان، لكن كصوت واعد معناتها ماهوش هو اللي كونفيرمي معناتها سي شونتور كونفيرمي. دونك الجائزه ترجع خطوه لتالي؟ هي تبقى جائزه راهو. اما ترجع خطوه لتالي؟ تخيل انا مثلا نجي لشكري بوزيان نعطي جائزه الصوت الواعد. إيه لكن انا شوف بعد مثلا انا شوف خديت تفكر البريود تاع دورتني في سباعك وجرحي وسكسي فو واحد، لكن عام 91 خديت جائزه مثلا في الاداء، خديت جائزه في الاداء. الاداء باهي شنو جائزه الاداء؟ هو انا يعتبرها هو جائزه في الاداء هذيك حكايه التسميه، اعطاوها الصوت الواعد. هل تعتبر الخطا الخطا في التسميه؟ الخطأ في التسمية اللي هون ياخذ معناتها جائزة الأداء. هل يجوز أن نعطي جائزة الصوت الواعد؟ الصوت الواعد أنا نعطي الصوت الواعد اللي معناتها فنان ما تقول أنت اكتشف في 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 المهرجان. به سيد المدير. أسيدي خويا. دخل الراب للمهرجان ولا لا؟ دخل بيان سور. ولو إني نتمنى كونه يكون عندهم مهرجان نتاعهم، إسلام والراب والأنواع هذه، يكون عندهم مهرجان. والبوب يكون عنده مهرجان نتاعهم وحتى الروك وكل الانواع. اما هي الفكره جاتنا احنا الاغنيه البديله سميناها في الفتره هذيك، مي بون ما تقدموش ما فهموش الحكايه، ما تقدموش اعمال في الجو هذايا، لكن الفكره كانت موجوده من المهرجان الاولاني. توافق على المنصب بعد استقالة الفنانة نبيها كراولي وإشارة إلى خلافات مع وزارة الثقافة؟ لا، بعد معناتها بعد ما غادرت نبيها كراولي أنا نرجع بوقتها لا، لأنه أنا ديجا أعلنت لي من قبل لي أنا لا ما عادش نعاود. وقع تكريم عدد كبير من الفنانين حتى ضاعت المسابقة قال البعض وسط التكريمات، كرمنا ذكرى عليا صليحة جوين علي ريحي مجموعة كبيرة. لو كنت انت مدير تحافظ على نفس هذا العدد من التكريمات؟ فما انا باقي علاش نقول لك باقي باش نرجع مالزوم ما نحبش نتكلمكم كوا احنا زعما شديت مهرجان وعملت، لكن احنا بيدنا كرمنا 14 فنان. دونك تحافظ على التكريمات؟ اي نحافظ على التكريمات، اي ما يسالش، اما وقتاش؟ انا التكريمات عملتهم في اخر في السهره الاخرانيه بالكل. السهره الاخرانيه ما حبيتهاش فيها غناء، حبيت التكريمات وتوزيع الجوائز، اعلان على الجوائز و... التلفزه الوطنيه ايوه تقص على الحفل المباشر، والصوت اللي قاعد يغني هو صوت الفنانه القديره كذلك يسرى محنوش من حلو. اجل نشره انباء منتصف الليل. انت لو كنت مدير المهرجان هل توافق على ذلك والا ترفض ذلك؟ ارفض طبعا. علاش ارفض؟ انا ما نحبش الحكايه ذيك، حتى باش تلا يزم تخلي له حتى الولي حتى الفنان حتى كي يحب ياخذك البارتي هذيك اللي تسجلت له ماذا بها بلاش جينيريك ولا بلاش ها، معناتها يكمل البارتي نتاعو هو بالكدا، وبعد حتى كان يحب يستحفظ بك البارتي هذيك اللي تسجلت له فيديو ما يلقاش فيها جينيريك والا فيها حاجه اخرى. به
تعرضت انت لحاجات قصاد كما هكا في طبعا كاريرنا نتاع طوي 50 سنه راهو معناتها تعرضنا لحاجات هكا تحبط من داخل لا انا ما عنديش ما نتمسش من معناتها ما نتمسنيش ياسر المهم انا الفتره اللي تعديت فيها وقتها كي تعديت كيفاش تعديت تعديت بالقداء تعديت حبني الجمهور غنيت مليح فهمت شنو اما بقى. اما هي راهو ما تقصتش راهو تعدى في بالي على بالي تقصت لا يقف من غاديك يتعدى في القناة الثانية لما اللي نعرفه تقصت لا يقصوا عليها في الوطنية وتاخذ ديركت مباشرة للقناة الوطنية الثانية هي الليلة سهرة رمضان وفيه هذا وفيه كملنا منه